سنى الجميع خصاله صلوا على أرض الفداء. الواقع قد يتبادر إلى الذهن أيها الأخوة أن الشعب الفلسطيني يعيش المحنة ولا يعيش أي مناسبة للفرح، ولكن هم في الواقع يمارسون دورهم الجهادي. إضافة إلى ذلك هم يمارسون حياتهم الطبيعية كأناس يفرحون ويحزنون، بل وأن فرحهم بتلك الانتصارات وفرحهم بما يحققونه من أهداف وفرحهم بما تدور على أراضيهم من مناسبات فرح، كل ذلك يجعلهم يفرحون ويأنسون، بل وأنهم يفرحون أكثر حينما يرون أن كل الجماهير تقف في صفهم بفرح وأنس. أتذكرون ماذا قال جمال الدرة أبو محمد الدرة؟ ماذا قال حينما قيل له نحن نعزيك؟ قال إنني لا أقبل التعازي ولكني أقبل التهاني، أنا أقبل التهاني بمناسبة استشهاد ابني. ونحن بدورنا هنا نهدي هذه المشاركة إلى أطفال الحجارة وإلى شهداء الانتفاضة الفلسطينية. لا رسول الله
أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. سال الوجود زال الوجود بمولود به زهرت مفارق الكون والدنيا به سفرت صبط النبي صبط النبي الذي سرت بمولده ستلدين غلاما قد هنأني به جبرائيل عليه السلام فلا ترضعيه حتى أصير إليك. قالت نعم. فلما قرب وقع البتول عليه السلام بصبغ الرسول ونجل عليه الوصول كان صلوات الله عليه يحدث أمه في بطنها ويؤنسها بتسبيحه. فلما حضرت الولادة لم تجد ألما ولا وجعا فدخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا فطوبى لك بحملك بالزكي والصبط البهي. فإن جبرائيل عليه السلام قد هنأني به وأخوه الحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة وأن الله تعالى سيظهره لك وأنه أميني على ديني وخازن علمي فبينما هي عليها السلام جالسة لم تحس بوجع ولا ألم وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا وقد امتلأ البيت من روائح الطيب وإذا بها قد وضعت بولدها الحسن أفضل الصلاة I'm not afraid.
الشيعة بمولده نبينا، والفخر صاير لجله إلينا. أبو إبراهيم هالليلة فرحان يا محلى أبو الكرم والجود، محلى إحسانه وجميع الملائكة كلها فرحانة وتنصب مجالس للفرح عدنا. نسألكم السلام. ونزلوا يهنون النبي المختار، وهاشم وعدنان وعلي الكرار، الولدان ويا الحور نشدد الأشعار، تهلهل وتقدس بآية الرحمن يا محلى جمالا والنور من نيدنا على أي تقصير. السلام عليكم ورحمة الله. وشفته إلى بابك حكيما ذليلا. أحسن إذا بهذه المناسبة خذ هذا مكافأة لك على رسالتك. شكرا لك يا مولاي. وأمانتك في الخدمة. شكرا لك يا مولاي. وأمر بصلبه في الحال على طائعة الطريق. أمرك يا مولاي حتى يراه الناس فيطمئنوا.
وأرواحهم. حسنا اتفقنا.
يا هودا استقل حمص النجازي ويلا
اللصوصية، الخبز، الذهاب. الأخي الآخر كان طبقا لي، كلا، أنا الذي دفعني إليها الظلم، الجور، الفقر، الاستبداد. هذا الذي دفعني يا مولاي، هذا الذي دفعني. إذا أنت تسرق لتنقذ نفسك وعيالك. لا 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 لا، إنه كاذب. سميها أيا شئت يا مولاي، سميها أيا شئت. وإذا أجرينا لك ولعيالك رزقا، لا أعود إلى حياة خصوصية والاحتيال مرة أخرى يا مولاي. سأنشر العدل والمساواة، خافت كل الآخر، وسأكون شاكرا لك يا مولاي، وسأكون شاكرا لك. ما رأيك أيها القاضي؟ ما مولاي؟ إني أريد أن أجرب هذا اللص. إن حكمة الأجيال يا مولاي علمتنا أن من جرب مجرباً كان عقله مخرباً. هذا الرجل يخدعك يا مولاي، اتفق على غيرة الكثيرين وآخرهم هذا الرجل. لا 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 لا، لا بد لي من تجربته برغم حكمة الأجيال. إذن أمرنا بحل وثاقك وأجرينا لك ولعيالك رزقا وعملا. وليت ما تتاح لي فرصة يا مولاي. شكرا لك، وليس ما بداخلي فرصة للفرصة. سأكون شاكرا لك يا مولاي، سأكون شاكرا لك، وسأرجع كل المسروقات التي قد سرقتها، وسأرجع كل المسروقات التي قد سرقتها، وسأرجع كل المسروقات التي قد سرقتها. بعد ما انتهت وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.